أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن العسكريين الأمريكيين يناقشون مع شركائهم الأكراد وغيرهم في سوريا مسألة تسوية القضايا المتعلقة بدعم واشنطن لهم. وكان البيت الأبيض قال إن المهمة العسكرية للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا قد شارفت على الانتهاء، لكن من دون أن يشير إلى أي جدول زمني محتمل لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا.